عندي هاد الدريه نورا بنتي مريضه شي عامين هادي سبب المرض ديالها غير الحلاقم وداروا لها الروماتيز على القلب وما خلينا كيجرينا تغينا وراها باقا مريضه ما تتنوضش نهار ناضت عجزانه ما تتنوضش ولا تمغطى ما تتنوضش في الارض درنا الدواء دوزنا ما خلينا كيدرنا قال لي عندك الروماتيز الدم عندك هذوك الحلاقم داروا لك الميكروب ايوا هاي جات لك مغطى ما تتنوض ما دابا تحس بالركابي ما تتوقفش بهم وصحتها هاد الجمعيه ديال مامورش هما اللي تكلفوا بينا داوها لينا جابوا الكروسه داوها لينا للسبيطار نقدوا الله يخلف عليهم وهي بقى نطلب من المحسنين يعاونونا في هاد العلاج ديال نورا انا غامرة ما عندي حد اللي يعاونني لا والو تنخدم غير كتافي تنطلبوا من المحسنين ديال الداخلة وديال الخارجين ديال الداخل باش يعاونوها باش ترجع للصحة ديالها الله يجازيكم بخير الله يخلف عليكم قولي لنا نورا امتى بدا هاد المرض بدا هاد شي عامين بدا في هاد المرض شي عامين وجا اسباب الحلاقم ايوا ملي نط عوجت ليا اليد ما بقاش تسرح وليت ما تنزيدش مزيان والرجل بدات ليا ما بقاش تنزيد بها وبقيت مشيت للطبيب ما خليت فين مشيت والو تيقولوا ليا عندك قالوا لي عندك البروده ديال الروماتيزم ديال القلب وخرجوا لي الدواء خرجوا لي واحد البراكن تندقها واني فاش دقيتها ما صافي تخلطت لي مع الدم ما بقاش تقضي فيا صافي وما صافي وانا نسحب ما بقيتش نوض صافي ايوا هادشي باش كتحسي انا دابا ما تنوقفش وليد دابا بقات لي عوجه وكاين شي ناس ساعدوكم يعني محسنين المحسنين ما مشينا ما مشينا حتى واحد هادو الناس اللي داوني لاكادير وتعالج جمعيه مامورش جابت لي الكروسه ودابا راني تعالجت في كادير وجاب عطاوني الترويض غنبقى نديرو وعطاوني الدواء قال لي غتبقاي تشربيه ايوا المرض تيطلب الفلوس كثيره وانا ما احنا ما عندناش الحاله ما لا ما عندنا والو امي ما عندها والو تتخدم غير بكتافها وما عندنا اللي يصرف علينا ماما اللي تخدم صافي تنطلب في المحسنين يعاونونا الله يجازيهم بخير دواء غالي وما كاينش اللي يصرف علينا ماما اللي واش يعني ما مشيتوش لعند شي جمعيات هنا في الداخله كتهتم مثلا بحال انواع بهذا المرض مشيتو عند حتى شي واحد لا ما مشينا حتى عند جمعيه إذن شنو كطالبي الان من الناس من خلال هذا المنبر ديال الداخله بنت كات شنو باغيه يعني تنطالب بالناس داخل الداخله وخارج الداخله والمحسنين ويعاونوني على الدواء ويعاونوني على المصارف ويعاونوني على صح المصارف تنتالم وتنبغي انا نخرج ما تنصيبش ما تنشوف الناس خارجين بغيت انا نخرج بغيت انا تنبقى نبكي تنشوف الناس تنقول الناس خارجين داخلين درا تيخرجوا تيمشيو وكا انا ما تمشي حتى البلاصه جالسه ناعسه ما تنشوف لا ربي لا حتى حاجه تنبغي نشوف انا تنبقى نبكي